البتاع الاحمر ده طلع حلو قوي عليكي بجد. عاجبك قوي. اطلبي ليلى بتطلبك بالصبح. صحيح يا كرم. الو. الو. لا يا حبيبتي 5 دقايق وهنزل على طول. يلا باي باي يا حبيبتي. ادعي لي يا ماما. انا بدعي لك كل يوم. لا النهارده مش اي يوم، انت عارفه ان الخواجه النهارده هيختار يا اما انا يا اما ايناس هنسافر معاه ونلف العالم. وانا اقدر استغنى عنك؟ يا رب ما تسافري. حرام عليكي. ما تحرمنيش منها يا رب. ودكتور رامي لسه قدامه كتير يا فندم. 10 دقايق، اتفضل استريح. عبلة خلصي اللي في ايدك وتعالي معايا على المطبخ. ماشي يا دكتور، اخلص اللي في ايدي واجي وراكي. حصل لي. كريم القهوة في المطبخ. ماشي. بصي ده مدام ده أحسن جهاز عندي. كاميرا أمامية مثالية. ها؟ خدي يا بكام ده يا كريم؟ 900 جنيه. ها؟ غالية يا كريم. غالي إيه يا ساتورك على 3 شهور وصور ما أقولكيش. ها؟ ماشي خلاص. حاضر. قمر 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 قمر. ها إيه رأيك؟ حلو. حلو؟ تاخدي أنا عايز أنا عايزك تاخدي ده. ده عامل كام؟ ده 50 جنيه بس تاخدي معاك جهاز ولا؟ لا طبعًا. لا؟ بس. خلاص خديه ب 50 جنيه وأنا ده تمام معاك. ها؟ هجيب لك بقى العلبة من جوه. ماشي؟ أحسن حاجة. ها؟ ها؟ من دول يا واد؟ تعالي اتفضلي. دول دول زباين. والله العظيم. طيب يلا شدي حيلك بقى. ها؟ ادعي لي انت بس. يا رب يلا. حق الحفلة. ماشي. يا مع السلامة. خلي بالك من نفسك. يا رب. ربنا يكفيكي شر ولاد الكلب بدل ما اقول ولاد الحرام. 1 2 3 4 ايه يا اول جمالك بتصرخي في البنات كده ليه؟ مش فاهمين الحفلة مهمة ازاي؟ ايه؟ ايه يا بنات؟ يعني ايه مش فاهمين ان الحفلة مهمة؟ الحفلة دي من أهم الحفلات اللي هتعملوها. احنا جاي لنا خبراء وأجانب ورئيس أكبر فرقة بره عشان يختار من زمايلكم الاتنين واحدة يا جميلة يا إناس. فلازم تعملوا عرض كويس قوي ومميز عشان يختار واحدة منهم، لازم تقفوا في ظهر زمايلكم، ما ينفعش كده. اتفضلي يا أولجا. يلا. يلا. ايه؟ 1 2 يلا بسرعة. يلا كله يجري. يلا. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 اتفضل. صباح الخير. صباح النور. مش كنت ريحت نفسك وكلمتهم عن جميلة وخلاص؟ أنا فعلا كلمتهم عن جميلة بس لازم ادي فرصه للاثنين، جميله البيضه وناس السوداء، هم حرين يختاروا اللي هم عايزين. بس يا شادي اللي انا اعرفه ان سوان ليك دي بتتلعب بره ببطله واحده بس، وبعدين ده يريحنا من حاله الخلاف اللي ما بين جميله وايناس. انا بصراحه بقى يهمني مصلحه العرض ده قوي وانه يطلع للنور بشكل كويس. ليه ما تسميوش تنافس هيفيد العرض؟ عشان احنا ما نفهمش يعني ايه تنافس هنا. احنا نفهم يعني ايه مشاكل، تريقه، اختلاف، تقطيع هدوم كمان لو عاوز. طيب هي جت ولا لا؟ لسه ما جتش. لسه ما جاتش. يا سلام يا انوس لو تعمل حادثه ومبقاش في جريك ويختاروكي. يخرب بيت شرك. هو في اشر منها؟ كفايه انها وقفت ما بيني وما بين اخوها. لا انت شرك غلبني وغلب الفرقه كلها. ايه يا حب العمر كله جاهزه؟ اه حاجز دلوقتي. داخله بس لشادي يعني كلمتين في الظروف اللي احنا فيها دول اللي ما يمنعوش. ماشي بس بت كلمتين بس مش اكتر. يلا يا واتس. انا عارفاك. هي جميله داخله شادي ليه قبل ليله؟ قبله؟ هي مين دي اللي قبله؟ انا قبله؟ جرايه بت انت جننتي في مخك ولا ايه؟
قبل ليه كنت بديكي حصه علوم ولا حصه حساب؟ يلا اتفضلي روحي اجهزي. انت مالك جميله فين؟ انا بجد يا شادي مش عارفه اشكرك قد ايه. انت ما تقوليش كده يا جميله، انا عمري ما دربت وغالبا عمري ما هدرب واحده زيك. في فنانات كده بيبقوا ملهمين للفنان. تفتكر يعني الخواجه ممكن يختارني؟ انا اوريدي كلمت عليكي بجد؟ يلا بس اتشطري وسافري ويمكن احصلك ونعيش بقى في بلد بتقدر الفن الحقيقي. جميلة الجميلات، ما تجيبي بوسة. هشام جه؟ جه. نفسي افهم حاجة، ونبيلة تقولي لي عاجبك في ايه؟ بجد بطلي غلاسة بقى. أنا اللي بطل غلاسة ولا أنت اللي بطلي عفانة؟ بدلته اللي ما غيرهاش بقاله 10 حفلات ولا الورد المخنوق اللي بيجيبولك أبو 50 جنيه؟ ارحميني. أنت واحدة تافهة على فكرة يعني. أوكي أنا تافهة. خلاص روحي بقى اتجوزيه وريحينا منه. ما أنت عارفة هو عايزني أسيب الباليه، بس لما هرجع من التورنيه أكيد هنتجوز. هتسيبي شغلك عشان ده وتقولي عليا انا اللي تافهه؟ طب سيبيني يا بومه بقى بجد، انا محتاجه اركز. طب قلت لك هاتي بوسه اهو.